مفيش احسن ولا افضل ولا اجمل ولا اروع اني ابدا بجماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. الحقيقه وانا عايز اقول لحضراتكم شكرا، وانا حاقف احتراما الحقيقه للي حصل امبارح. شكرا على كل حاجه، اعظم جماهير في الكون، بشكركم جدا 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 على الملحمه اللي حضراتكم عملتوها النهارده مش امبارح، يعني من امبارح الساعه 12 بالليل، من ساعه ما بدا الحجز لتذاكر مباريات النادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه في السعوديه خلال الفتره من 12 ل 22 كالعاده، طبعا في ديسمبر المقبل، وكالعاده فريق النادي الاهلي مع الكبار، وجمهور النادي الاهلي يظل دائما هو الأساس في كل شيء. زي ما قلت لحضراتكم، أنا النهاردة ببدأ هذه الحلقة وأنا بقف احتراما وتبجيلا لهذا الجمهور الكبير الرائع، لهذا الجمهور اللي دايما بنتعلم منه كل يوم، اللي بنعرف قد إيه إن النادي الأهلي كبير وعظيم بهذه الجماهير الرائعة والكبيرة. يعني أنا عندي هنا شاشات كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا، ولكن كلها هو جمهور النادي الأهلي. أنا بشكركم جدا، مش محتاج أن أنا أشكركم، ولكن أنا سعيد جدا 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 باللي بيحصل من جمهور النادي الأهلي، سعيد بالمساندة، سعيد بحجز التذاكر اللي خلص في 4 5 دقايق، سعيد بكل حاجة. الحقيقة حضراتكم بتخلونا فخورين بأن احنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق، ولو حتى يعني صفر على الشمال، لكن كلنا عايزين نعمل الأفضل دايما للنادي الأهلي. احنا الجمهور هو أول شيء في هذه المنظومة، بقية المنظومة كلها بتعمل جاهدة علشان ترضي جمهور النادي الأهلي اللي بالفعل يستحق كل الاحترام وكل التبجيل. النهاردة جماهير النادي الأهلي كانت في استماتة على حجز تذاكر مباريات الكاس العالم الحقيقة للأندية رغم صعوبة الأمر، ولكن هي دي جماهير النادي الأهلي اللي معروف عنها أن هي عاشقة للصعب، لأنها تعرف كويس جدا كيف تتحدى الصعاب، تعرف كويس جدا كيف تؤازر وتساند. جماهير لها الفضل الأول بعد ربنا فيما وصل إليه فريق النادي الأهلي من العالمية ومن إنجازات وبطولات. النهاردة الحقيقة كان في ملحمة على موقع الاتحاد الدولي، وتحديدا على لينك حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023. جمهور الأهلي النهاردة كان متواجد وبكثافة كبيرة جدا جدا. تخيل حضراتكم لما تلاقي الويتنج ليست أو قائمة الانتظار 100,000 و150,000. تخيل أنا كجمهور متمسك بالحصول على تذكرة لمؤازرة لاعيبة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. هو الأهلي دايما مع الكبار، ممثل مصر والقارة الإفريقية في هذا المحفل العالمي بقالنا 4 5 سنين، مش مجرد مشاركة، لا، النادي الأهلي بيحقق ميداليات ومراكز متقدمة. عشان كده جماهير الأهلي معتادة إن هي تشوف فريقها مع الكبار، وشفنا كلنا مباراة السوبر الإفريقي في السعودية بغض النظر عن النتيجة يعني، ولكن ملعب المباراة ممتلئ تماما بجماهير النادي الأهلي، وكأننا بنلعب المباراة على استاد القاهرة وسط 120 ألف متفرج. النهاردة الاتحاد الدولي طرح أول دفعة من تذاكر كأس العالم للأندية زي ما حضراتكم شايفين، وكان في سباق من جماهير النادي الأهلي وعلى من كل الجماهير الحقيقة، ولكن على رأسهم جماهير النادي الأهلي اللي كانت بتحجز المباراة رقم 2، ودي أول مباراة للأهلي في البطولة أمام الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي إن شاء الله يوم 15 ديسمبر. زي ما حضراتكم شايفين هناك إقبال كبير على التذاكر المطلوبة، لقد أصبحت الآن في قائمة الانتظار عدد الأشخاص 1,500,909 فرد. اللي انت بتقوله ده يا عم اسلام، والله ما انا، مش انا يا جماعه، دي جماهير الاهلي العظيمه مليون مصممه تدي ملحمه ودرس لكل جماهير العالم. يعني ايه حب نادي؟ يعني ايه حب نادي بقيمه النادي الاهلي؟ 1,500,000 اهلاوي او فرد، 1,500,909، وده من نص ساعه يعني
في ناس من امبارح والناس بتستنى من ساعه ما بداوا اللينك، يعني الناس بتستنى اللي قدامه 100 واللي قدامه 150,000، ما اعرفش بيستنوا ليه، ولكن هذا هو جمهور النادي الاهلي العظيم. اللي انا النهارده والله العظيم ثلاثه، انا من ساعه ما شفت هذه الامور وانا جسمي مش عايز اقول لحضراتكم انا قاعد عامل ازاي. والله الواحد عايز يبكي من حلاوه هذا الجمهور. الواحد عايز يعني يعمل اي حاجه عشان خاطر هذا الجمهور. مش عارف اقول ايه، ولكن العادي ان ده جمهور النادي الاهلي. الشيخ احمد لما كان معانا ضيف هنا الحقيقه كان سعيد جدا جدا بمؤازره النادي الاهلي وقد ايه بيحب هذا النادي. كل الجماهير اللي حضراتكم شايفينها، لو اقدر استضيفهم واحد واحد والله العظيم ثلاثه استضيفهم واحد واحد، لو اقدر اعمل كده اروح، نفسي اروح الاستاد واستضيف كل جماهير النادي الاهلي ونطلع مع بعض كلنا على شاشه قناتكم قناه النادي الاهلي. وان شاء الله ده اللي هنعمله خلال الفترات القادمه، هنحاول على قد ما نقدر، لانه انا بصراحه بعد اللي جمهور النادي الاهلي بيعمله، بعد اللي جمهور النادي الاهلي عمله بعد هزيمه النادي الاهلي السنه الماضيه 5-2 امام سان داونز، ووقفه الجماهير والاعلام واداره النادي والجهاز الفني واللاعبين وكله حط ايده في ايدين بعض لغايه لما خدنا هذه البطوله، ولكن الاساس يومها كان جمهور النادي الاهلي. من ساعتها لغايه النهارده كل يوم ملحمه، او كل اسبوع او كل بطوله تجد ملحمه من جماهير النادي الاهلي العظيم. بشكركم مره ثانيه، بحييكم على هذه المسانده الكبيره والرائعه. اسعار التذاكر زي ما حضراتكم عارفين، انا عايز النهارده سمير لو سمحت تسيب لي دايما صوره الجمهور حواليا، لانه هذا الجمهور يستحق ان يظل دائما في اعين ومحبي النادي الاهلي. لازم نفضل شايفينهم قدامنا، لازم نفضل سعداء بيهم، لازم نفضل عارفين قد ايه هم بيساندونا. والنهارده في هذه الحلقه جمهورنا هو جمهور النادي الاهلي، هو بطل المشهد وكالعاده. انا المفروض اعمل كل يوم الحلقه دي، ولكن النهارده جمهور النادي الاهلي هو بطل هذه الحلقه، لانه كالعاده بيدينا دروس في الانتماء. اسعار التذاكر زي ما تم الاعلان عنها 100 ريال للدرجه الاولى و75 ريال للدرجه الثانيه و40 ريال للدرجه الثالثه و40 ريال لذوي الاحتياجات الخاصه. التذاكر مش رخيصه خلي بال حضراتكم، ولكن هذا هو جمهور النادي الاهلي، هذا هو الجمهور العظيم اللي انا بشكرهم مره ثانيه وثالثه ورابعه. ومش عارف اقول لكم ايه غير ان احنا بنحبكم جدا جدا جدا. انا وصلت كل ده للاعبين وبعتت لهم كلهم تقريبا على الواتساب عندهم قد ايه جمهور النادي الاهلي عامل ملحمه كبيره جدا 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 على الاستاد علشان يروحوا يتفرجوا عليكم يوم 15. ما نشوف هتعملوا ايه وهتموتوا نفسكم ازاي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا قدها وقدود زي ما جمهور النادي الاهلي دايما قدها وقدود.